شغل جامد. اخبارك ايه ايه؟ الاخبار؟ كله زي الفل ايه اللي الحمد حصل لله. لجوارديولا ده كلام؟ ماتشات ماتش ماتشات من الماتشات برضو اللي انا من وجهة نظري كانت ممكن تبقى اسهل من كده جوارديولا، لكن كونتي وحتى نفسه جوارديولا قال تصريح قبلها بيوم، قال لك انا بتعلم كل ما اجي العب كونتي بتعلم حاجه جديده. فبصراحه كونتي عمل ماتش هايل جدا في التحولات الهجوميه، مع انها تحولات بعيده عن بعضها، يعني بتتكلم في 60 70 متر، لكن هو التحول عمله اربع خمس مرات، عرف يجيب منه ثلاث اجوان وشكرا. وده دي خدمه، دي الطريقه دي بتخدم التحول، بيخدمه الفينش، لانك ممكن تتحول خمس ست سبع ثمان مرات في الاخر ما تجيبش حاجه. يبقى انت كل اللي بتعمله ده، لان خلي بالك التحولات دي طويله، فبتتكلم 60 70 متر، فالموضوع كبير. والميزه كمان اللي عملها كونتي ان هو فك الضغط المرتد بتاع السيتي، والضغط المرتد بتاع السيتي لو اتفك في المساحات بتكبر، يبدا اللعيبه تجري مساحات كبيره ومش واخدين على الكلام ده. انت ميزه السيتي دايما ان يطلع في 30 40 متر، ما يطلعش عن كده. لو الملعب كبر في مشكله. انا السنه اللي فاتت لو نسيت اجيب لك التقرير ده، التقرير ده السنه اللي فاتت نزلته تقرير، ما بيطلعوش على 42 متر عرض وطول، يعني كل الفرقه الفرقه كده، كله كده كله كده، بنتكلم مثلا قول 90% من الماتشات كله كده كده. هتلاقي الماتشات اللي اتغلب فيها ايه؟ اللي هو اتفك الضغط المرتد بتاعه، فيبدا يشتغل على التحولات، يبدا المساحات تكبر، يبدا الديفنس يبقى واحد ضد واحد مساحات كبيره، المساحات دي بتبين بقى الضعف، لان طبيعي جدا ما تقولش ما فيش مدافع في العالم ما عندوش ضعف، او ما فيش فرقه عندها ضعف، لا في عندها ضعف لما بيبداوا يبعدوا عن بعض. طب قبل ما نخش في التفاصيل، وانت معاك لقطات عشان نشرحها للناس اللي حصل في المباراه يعني، لكن الناس بتحس احيانا ان الصوره متشابهه، يعني السيتي دخل فيه من توتنهام اجوان شبه دي كتير، وفي مباريات معينه بتحس ان جوارديولا في اي فريق بيلعب على التحولات مظبوط في مشكله بتحصل، في حاجه بتهتز، هل ليها علاقه ببعض ولا مجرد صدف في متكررة؟ اخطاء، في اخطاء حصلت متكرره، في اخطاء حصلت في الحته دي، في لا هي ما بتحصلش متكرر. ما انت وارد محمودي النهارده اللعيب مش في التوب الذهني بتاعه، فممكن يبدا يفك شويه الضغط، ففكره الضغط دي تخليه مش هو بس اللي بيتعب، تلاقي الفرقه كلها بتتعب، لان انت بتشوف هتشوف دلوقتي في الصور ارقام لعيبه بتتضرب، ارقام مهوله، ارقام يعني بالسبع لعيبه والثمان لعيبه بسبب طلوع الكوره من تحت الضغط. فاللي هو جوارديولا ما بيتفكرش في كده، بيفكر انا ازاي افرض اسلوبي. وخلي بالك انت النهارده جوردوجان حط واحده في العارضه وواحده شايلها لوريس بعجوبه، مزبوط. كان ممكن الماتش عادي يتقلب 4 2 او 4 3 والماتش ينتهي، لكن في الاخر هو جوارديولا بيفكر في ايه؟ في الشغل بتاعي. لكن اللي انا الحته اللي هي بتاعت الضغط المرتد دي، لما كان دايما بيعمل ضغط مرتد صح بتلاقيه دايما قريب جدا من بعض، يقطع يبدا ياخد الكره تاني ويستحوذ ويشتغل. لكن بصراحه كونتي عمل المباراه هايله هايله هايله. كورينا ما عندك ايه الاول؟ عايز تتكلم عندنا هنتكلم عن توتنهام والسيتي، هنتكلم نمشي الصور ونشرحها. يلا بينا نبدا نتفرج مع الناس على الصور ونشوف الدنيا اخبارها ايه. بص ده الضغط العالي اللي بيعمله السيتي، خلينا متفقين ان في نوعين من الضغط العالي. نوع الضغط العالي الاول اللي هو المان تو مان، اللي انت بتلعب 10 ضد 10 والجون دايما هو اللي بيبقى فري. وفي نوع تاني يقول لك ان انا بشتغل بعدد اقل في الضغط عشان اعمل زياده عاديه في وسط الملعب او في الحته بتاعت الديفنس. النوع الاول ده جاسبريني اتلانتا عشان بشوفه كتير. ما هو ده 10 ضد 10 وسيب الجون فري. حلو قوي. ده النوع الثاني اللي هو بيلعب 7 ضد 4، يعني توتنهام 7 ضد 4 عشان يعمل زياده عاديه ورا. ماشي الصوره؟ كويس. اللي بعده ده الجون الاول جه ازاي؟ انت النهارده الضغط طبعا وحش، يعني قريب من بعض وكل حاجه، لكن الضغط وحش. بص الراجل ده اتضحك عليه ازاي؟ الراجل ده المفروض اللي هو ده رودري؟ رودري مفروض المفروض انت بتلعب في بوزيشن، ما ينفعش تسيب المساحه بتاعتك. اتحرك سون، لو الصوره بس مش واضحه قوي، سون اتحرك وده اتحرك معاه، ومين نزل؟ بدا هاري كين. وكين اللي نزل؟ بدا هاري كين. المفروض انت لو واقف في البوزيشن ده صح، انت الكره دي قطعتها وده الطبيعي جدا، ما ينفعش تضحك عليك. دي برده نقطه من النقط اللي انت لازم تبقى واقف في البوزيشن بتاعك. اشتغل اللي بعده. ايه الحركه؟ انت النهارده لو كان طلع خطوه واحده روبن دياز، طلع لقدام شويه خطوه واحده، الموضوع انتهى. وتاني حاجه الراجل المتاخر ده، الراجل اللي هو لابورت متاخر، لو انت كملت الضغط هيبقى وشه فين يا محمودي؟ وشه لملعبك، فانت خلاص الموضوع انتهى. لكن انت الحركه اللي عملها في الاول الراجل سون اتحرك، وبعد كده الراجل نزل تحت، هم دول اللي ضربوا الخطوتين دول، اشتغل كله اتفشكل. وهنا في الوضعيه دي لابورت ولا جندوجان اللي يبقى المفروض يضغط على الراجل ده؟ يعني بتاع مين فيه اللي يضغط؟ ده اللي هو مكمل. ما هو الطبيعي المفروض رودري يبقى هنا اصلا، رودري ما يتحركش من مكانه، رودري طلع بره الملعب، فلما طلع وقف باظت خلاص المساحه بعدت. تعال نتكلم هنا عشان تبقى الناس فاهمه، احنا هنتكلم على انه الضغط العكسي للسيتي
كان سيء، الضغط العالي كمان كان سيء في التمركز. الضغط العالي كان، لا هو الضغط العالي كان سيء، وان انت اتضحك عليك بحركه حركه بسيطه جدا. انت المفروض رودري لو واقف في الحته دي هيبقى هاري كين وشه فين في الملعب، يبدا يلعب بقى الراجل اللي ورا، خلاص الموضوع انتهى. وبص بقى كميه المساحه اللي ورا عامله ازاي يا محمودي، انت بتتكلم. وخلي بالك سيتي عنده الحته دي، ممكن يلعب اتنين ضد اتنين عادي جدا طول الماتش، ما عندوش مشاكل، وكان بيعملها كويس. بس امتى؟ لما يكون رودري بيحمي الحته دي. تمام، اشتغل. اللي بعده كره اتلعبت بالعرض، ثم حط جول. كولوسوفسكي بيسجل الجول الاول، ده الجول الاول في الدقيقه 4 يعني. لسه في بدايه المباراه غير كولوسوفسكي. طبعا كنت جابه في يناير من يوفنتوس، تبقى الناس يعني معانا في. بص بقى ده بقى الضغط المرتد، الكره اتقطعت. بص الراجل هنا روبن دياز متاخر سايب انت في الاخر الضغط. لا الضغط المرتد مسته ايه يا محمودي؟ اما تكون وانت بتشتغل بوزيشن عامه، جيم بوزيشن، بيبقى اعداد كبيره جدا لقدام من لعيبه السيتي. لو تيجي تعد اللعيبه هتلاقي مثلا 6 7. لو انت ما كملتش الضغط ده وسبته ورجعت خطوتين لورا، هيعمل الراجل ده هيلف، يبدا الهافين اللي هم شايف سون والراجل اللي هناك اهو هيشتغل. امشي راح. اوكي بص استلم الهدفين فخلاص وهيحط. بص في المساحات بقى فين انت؟ انت بتتكلم السيتي كله في نص ملعبه، ففي مساحات نص ملعب كامل في ظهرهم. فده سبب من اسباب ان توتنهام عرف يطلع بالكوره. طب حلو قوي، عايز اقف هنا شويه. المشكله بالنسبه لك هنا ليها علاقه مثلا بانه بدنيا ما كانش السيتي واقف على رجليه، ولا له علاقه بانه لا كان في منظومه عمل من حيث اللعيبه نفسها كاسماء طبعا. لا توتنهام لا انا فاهم، انا قصدي هل كاسماء كان في اسماء تانية موجوده تقدر تدي اكتر في الجزئيه دي عند السيتي؟ يعني هل جوارديولا قرا المباراه غلط في الاول، ولا بدنيا اللعيبه ما كانتش فيهم؟ مش موضوع. انت بص خطوه زي دي لو انت كملتها الموضوع انتهى، وانت اصلا كويس. بتعملها طول السنه. فمعنى انت ما تعملهاش يبقى انت ذهنيا مش متاخر شويه. متاخر شويه كتر الجري اللي برضه السيتي جراه لعيبه توتنهام جريته للسيتي، بيخلي غصب عنك الجزء الذهني والبدني بيقل شويه. انت متعود على الموسم، متعود على سيستم معين، بتعمل ده طول الموسم ومتعود على سيستم معين كويس. سيستم اللعب الضيق اللي هو 5 متر 10 متر، لكن لما بتوصل ل 60 و70 متر انت عندك مشكله كبيره. صحيح. فخطوه بص لف، بص هتجري قد ايه بقى؟ كام لعيب مضروب من السيتي كل ماتش كل كوره كده. تعالى بص النهارده بيبداوا هجمه. النهارده توتنهام بيبدا هجمه، كل واحد مع واحد وكل حاجه. بص الراجل ده فين؟ خطوتين. كام خطوه موجوده؟ نفس طبعًا. مشهد الجون الاول، انت النهارده تعالى امسك الراجل، امسك سون عشان تقفل الضغط. ده اسمه جزء ضغط. انت اولا الراجل برناردو صح قافل على السيد باك عشان الكوره ما ترجعش. الراجل مشغال هنا والراجل ده ووكر شغال هنا، انت اللي بس الوحيد اللي فاضي. تعالى اضغط بقى واشتغل عشان تعمل ايه؟ عشان توجه الضغط وتقطع. امشي يلا بينا. مشي بالكوره توتنهام، مشي الكوره، الراجل داخل لجوه مع كانسيلو في الحته دي، والراجل الناحيه الثانيه ماشي ازاي. فانت اصلا نجاح توتنهام ان هو يطلع من الضغط. انت الميزه اللي كانت عند السيتي انت بتضغط كويس قوي، بتاخد الكوره وبتبدا تستحوذ ثاني. النهارده توتنهام خرج بالضغط كتير جدا، فبقت المساحات عامله ازاي الناحيه الثانيه. امشي بص دي بقى اللعبه اللي لعب عليها كونتي، ان هاري كين يجي من تحت ما يجيش من البوزيشن بتاع المهاجم. انت النهارده بص المساحه بين ووكر والسيرد باك قد ايه، وبص هاري كين جاي منين؟ جاي من وسط الملعب من ورا خالص. انت هوريك فرصه ضيعها هاري كين نفس الكلام، وجون اللي جابه الجون الثاني نفس الكلام، والثاني لا الثاني الثاني كمان نفس الكلام بالظبط. فانت بص الراجل بيعمل كروس زي ما هو عاوز، لعيبه السيتي كلها مضروبه، وهاري كين مكمل هنا. لو كانت لعبت صح كان يقدر يجيبها جون. اوكي غيره، دي طريقه لعب السيتي. بص كام لعيب بين الخطوط وواقفين ازاي ومساحات ضيقه ازاي. انت لما تيجي تبص على تمارين السيتي كلها محمودي، كلها الريتم الضيق اللي هو الريتم السريع والضيق. انت النهارده بيدور الكوره، عاوز يدور الكوره عشان يوصل لجندوجان ويوصل للناحيه الثانيه لرحيم ستيرلينج وكانسيلو. اشتغل كره اتنقلت هناك، واحد بينزل والتاني بيشتغل. امشي جندوجان النهارده بيخش وبيشتغل وبيحط كره في العرض، بيحط كره في العرض. دي الكره في العرض قبل الجون. اشتغل ده الجون. بص بقى ازاي العاديه بتعمل ايه يا محمود؟ النهارده واحد زي دي بروينا واخد نفسه وبيجري، سيرد باك راح عمل ايه؟ سيرد باك الثاني راح عامل ازاي؟ مع الناحيه الثانيه مع الهاف العكسي اللي هو برناردو سيلفا وجوندوجان واقف في الحته دي، فالناس كلها بتكمل لقدام في المساحه اللي قدام الجون، وبعد كده الكره بتنزل لمين؟ لجوندوجان عشان عامل زي العاديه، بيمشي بيحط الكره، ده التعادل. فانا بتكلم على انه السيتي ما كانش وحش يعني. لا ما كانش شغله الهجومي، هو بيعتمد على حاجه معينه في الديفنس. هو مشكله دفاعيه دلوقتي، مش مشكله هجوميا، لان انت السيتي وصل وعرف يوصل للجون كتير، لكن المشكله انت الضغط المرتد كان زيرو عن السيتي. تعال النهارده الكره مقطوعه برضه نفس الكلام، بص هاري كين فين؟ وان ما فيش حد مكمل مع هاري كين. طب ما انت هاري كين هيستلم الكوره، وكل الليله اللي بتاعت السيتي دي مضروبه. امشي استلم الكوره، ادي الراجل اللي بيحمي مفروض رودري، الراجل متاخر هنا دياز مثلا، دياز متاخر. بص بقى سون اشتغل خلاص راح
راح سون بكم لعيب مضروب من السيتي بسبب الحته دي، هي الحته دي اساس الماتش كله. اشتغل ده الجون الثاني، الجون الثاني بص الراجل بتاع وسط الملعب ده بقى الميزه اللي عملها بتاع وسط الملعب النهارده، لو ده ما كانش موجود وراح ما راحش معاه لابورت كان هيخش يعمل ايه؟ كان هيضيقوا المساحه مع بعض. النهارده هاري كين جاي منين؟ هو اللي عامل الهجمه، هو اللي عامل الهجمه، ماشي راجع يعني جاي من ورا لقدام، اتعمل كروس اشتغل الجون الثاني. نفس اللعبه بالظبط بتاعت الجون، يعتبر الجون الاول هو الجون الثاني، اشتغل نفس الكلام طلوع من الضغط اشتغل، دي هجمه بص نموذجيه اشتغل. سون راح اشتغل بعد سون حط ناحيه الشمال اشتغل كده. بص الكره اللي ضاعت النهارده سون استلم المساحه برضو كبيره بين السدباكين، هاري كين جاي منين؟ جاي مش جاي من الوقوف، جاي من بوشه اشتغل اتحرك في المساحه الكره اللي شالها ادرسو. ده الجون الاخير اللي هو الجون الثالث. بص الحركه بسيطه جدا يا محمودي، عمل ايه؟ راجل لوكاس مورا اتحرك عمل شيفت وهاري كين راح الناحيه الثانيه، اتعملت الكره كروس، ودي برضو غريبه جدا ان يجي جون في السيتي في دقيقه ويرد فيك الجون الثاني، وطبعا المفروض ووكر يخش جوه الملعب.